استاذ جامعي ناقشت العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، يمكن تقترب من 700 رساله على مدار تاريخي العلمي ما شاء الله. فاذا لقيت طالب حاطط في الكتاب بتاعه مثال، مثلا في الرهن يقول لك لو رهن امته للدائن فعاشرها الدائن دون اذن المرهون بطل الرهن. حلو. النهارده احنا بنرهن اماء؟ لا. طيب مفيش اماء اصلا. نقول لو رهن سياره لو رهن فرسا واخد بالك واراد ان يركبه الدائن، ما هو حكم انتفاع الدائن المرتهن بالعين المرهونه؟ ده كلام عقلي. اقول له شيل يا ابني بتاع الكلام انت جايبه ده، رهن اما، رهن عبدا، رهن قنا، رهن مكاتبا، ايه ده؟ الكلام ده كان موجود. انا ما بقولش نشيله لان دي فكره تطوريه تاريخيه، وممكن ترجع تاني على فكره، فكره الاماء وممكن كل شيء ممكن. يعني ما كان عليه الاسلام في صدره يجب ان اعلمه، وبالتالي ما في القران في اماء ما ملكت ايمانكم ما اقدرش اشيلها. ولذلك انا عايز اقول لك على حاجه، ممكن ترجع تاني. من ضمن حجج الجماعه اياهم اللي مش عايزين نذكر اسمهم كل شويه ونشرهم يقول لك الفقه الاسلامي اصبح قديما ويجب التجديد. ربنا قال حاجه لناس جهله وبدوا، هل احنا نستمر مع ثقافتنا العظيمه دي في الاخذ بما اقره الله ابتداء؟ يقولون ذلك وموجوده في كتبهم، موجوده في كتب كثير ممن يعني حللت كتبه. طب نقول له يا سيدي الفاضل، ليه انت بتحترم قانون الجاذبيه بتاع مين؟ بتاع اسحاق نيوتن مئات السنين لحد النهارده ويعمل ما انتش قادر تخالفه. هقول لي لا انا مش محترمه، ده راجل قديم والعلم اتطور. حاضر يا حبيب، اطلع فوق عمارتكم ال 11 دور وارمي نفسك من فوق. شفت بقى هتعمل بقانون نيوتن ولا هتعمل بقانون الحديث اللي لسه ما طلعش قانون يغيره لحد دلوقتي؟ اشمعنى القران الثابت اللي من عند الله والسنه الثابته بادله وباليات كثيره جدا حضرتك عايز تقول بقت قديمه وعايز اغيرها؟ وبعضهم قال ذلك، يعني كان في واحد اسمه. هل المشكله عندنا كمسلمين ان احنا جعلنا اجتهاد المجتهدين او فتاوى الفقهاء صنو للقران والسنه؟ لا احنا ما عملناش كده اصلا. لا خالص، ما احنا ماشيين ابو حنيفه وحنفي ومالكي وشافعي. انا لسه قارئ راي للامام الشافعي قبل ما اجي لحضرتك. انا ماشيين بالاجتهاد قبل ما اجي لحضرتك بساعه كده، واحد نشره على المواقع الحقيقه ما عجبنيش، حتى لو كان الشافعي حلو هروح للثلاث مذاهب التانيين. الثلاث مذاهب التانيين هيقنعوني لان رايهم افضل. احسنت. وان لم نجد فلا حرج، يعني تجتهد عادي. فلا حرج، لا يعني. دول بشر يا باشا. احسنت. طيب ولذلك انا بس مش معاهم ان هم بيقولوا ان الفقه منتج بشري. كلمه منتج بشري زيه زي التاريخ وزي الادب وزي العلوم المختلفه. اليس كذلك هو؟ لا. ما الفقه هو؟ هل العلوم المختلفه تستند الى النصوص والشرع في انتاجها؟ لا. طيب انما الفقه لابد والا لا يكون فقها، يكون ضربا من ضروب الهوى لو ما اصل في الراي الفقهي الى دليل من القران او السنه او مصادر التشريع الاخرى المختلفه. الله يفتح عليك. ولذلك الامام الشافعي قال كده، تربطت الفقه بالاستدلال بالقران وصحيح السنه يا باشا، هو وبالتالي مش منتج بشري. مش منتج بشري. الله، انا بقول يعني هو استنتاج من النصوص الموجوده فقط. حضرتك جيت بتسالني في مساله في المعاملات اول حاجه بتقولها لي وانت راجل ما انتش متدين او ما انتش عالم دين، يعني اين الدليل؟ الدليل صحيح. فلا اقول لك شوف يا سيدي مثلا سؤال، هدي لك المثال ده لعلي. بس انتوا تقولوا الدليل دلوقتي قال الشافعي، قال احمد بن حنبل، قال وكانهم اعمده يستدلوا بيه، استندوا فيه الى الكتاب والسنه. اما عندما يصلون الى العقل ايوه فقط ايوه، فانا لي عقل ولهم عقل. الله، لان العقل دي قناعتك يا دكتور نجيب. ايوه انا قناعتي كده، العقل اللي قال به الائمه الاربعه ايوه منقطعا عن النصوص هو اجتهاد بشري. اذا تغيرت الاحوال وتغيرت الظروف والازمان والاعراف لماذا لا اضيف؟ يعني ناخذ ما وافق الكتاب والسنه. جميل. وما خالفهما نضرب به عرض الحائط. بلاش اقول نضرب، خلينا نقدسهم باعتبارهم علماء نتركه اصل هم زي ما تقول نتحفظ عليه. برضه انا عايز اقول لك على حاجه.